بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله مقرر الكيمياء العامة عملي اللي هو رمزه كيم 101، وهنبدأ بأول تجربة اللي هي تعيين الكثافة. طبعا في البداية قبل ما نبدأ الكثافة بشقيها، التجربة دي بتنقسم لشقين: إزاي أعين كثافة مادة سائلة وإزاي أعين كثافة مادة صلبة. طيب في البداية لازم الشباب نعرف ايه تعريف الكثافة. الكثافة المطلقة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة، كتلة وحدة الحجوم من المادة. الكثافة تعتبر خاصية فيزيائية للمادة، برمز لها بالرمز دي، حيث الدي تعني الكثافة، والوحدة بتاعت الكثافة جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب القانون اللي بيعين بيه الكثافة شباب بيقول لي ان الدي بتساوي الام على الفي، حيث الام هي كتلة السائل والفي حجم السائل. طيب هناك بعض الملاحظات يا شباب لازم تاخد بالك منها. لاحظ ان كثافة السوائل تتأثر وتتغير بتغيير درجة الحرارة، حيث ان درجة الحرارة تعمل على تغيير الحجم، يبقى بسبب تغير الحجم بالحرارة مع ثبات الكتلة. أنا عندي زي ما هو معروف الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. طيب لاحظ كمان هناك بعض الملاحظات. كثافة السوائل بتقل بزيادة درجة الحرارة، فيما عدا الماء هو اللي بيشذ عن هذه القاعدة. كثافة المية تقريبا بتصل إلى أعلى قيمة لها عند درجة حرارة 4 درجات. طيب نبدأ بالتجربة العملية بتاعتنا، ازاي اعين الكثافة المطلقة للسوائل. ده الجزء الاول من التجربة بتاعتنا، تعيين الكثافة المطلقة للسوائل. طيب الاداة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يا شباب اسمها البيكنوميتر، وهي الاداة المستخدمة في تعيين قياس كثافة السوائل. الصورة رقم A ده بيكنوميتر وهو فارغ، الصورة رقم B بيكنوميتر وهو ممتلئ. ايه المواد والادوات اللي انا هستخدمها؟ هستخدم البيكنوميتر اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، هستخدم قارورة غسيل بلاستيك بملاها بالماء المقطر، بستخدم كأس زجاجي ساعة 100 ملي، ميزان حساس، بالاضافة الى السوائل والمحاليل المختلفة المراد تعيين قياس كثافتها. طيب حسب المتوفر معاك في المعمل، عايز تقيس كثافة زي الماء المقطر، الأسيتون، الكحول الإيثيلي، أو تعمل خليط من الأسيتون والماء المقطر. المتوفر معاك يا شباب في المعمل وعايز تعين له الكثافة بتاعته، أي سائل تقدر إن أنت تعين الكثافة بتاعته. طيب خطوات العمل، هننظف البيكنوميتر بالماء جيدا. طبعا لازم أتأكد من الخطوة دي يا شباب، الخطوة دي مهمة، لازم ننظف البيكنوميتر في الأول بالمية، وبعدين بنضفه بالأسيتون، وبعدين بتأكد تماما إن أنا جففته تماما، ليه يا شباب؟ عشان ما تأثرش معايا في أي وزنة هوزنها فيما بعد. طيب الخطوة التانية، هنجيب البيكنوميتر وهو فارغ ونوزنه على الميزان الحساس، ونرمز له نرمز للكلام ده بالرمز M1، يبقى M1 اللي هو وزن البيكنوميتر وهو فارغ. خطوة رقم 3، هنملأ البيكنوميتر بالسائل المراد تعيين كثافته حتى الامتلاء، بحيث لا يكون هناك فقاعات هوائية في القنينة. طيب يفضل يا شباب، مثلا انا بعين كثافة الماء، يفضل ان انا في البداية اسخن الماء لدرجة الغليان عشان اطرد اي غازات موجودة في المية، وبعدين ببردها لدرجة حرارة الغرفة، تمام، وبعدين بسجل درجة حرارة السائل باستخدام الترمومتر. ده عند الاحتياج لذلك عن طريق التسخين وبعدين التبريد. طيب يا شباب، الخطوه اللي بعد كده، هلاحظ ان انا بعد ما مليت البيكنوميتر بالسائل بتاعي، بمجرد ما بحط الغطاء الزجاجي بتاع البيكنوميتر، هناك تدفق لبعض السائل خارج البيكنوميتر. طب بالمناديل الورقيه اجفف المحيط الخارجي للبيكنوميتر عشان ما ياثرش معايا في اي وزنه. الخطوة اللي بعدها، هنزن البيكنوميتر وهو ممتلئ بالسائل، وليكن هرمز له بالرمز M2. يبقى أنا عندي M1 وعندي M2. M2 اللي هي كتلة السائل زائد القنينة أو زائد البيكنوميتر، M1 اللي هي كتلة البيكنوميتر وهو فارغ. طيب رقم 7، هنكرر الخطوات مع السوائل والمحاليل المختلفة التي تريد تعيين كثافتها.
طيب يا شباب، انا عندي الحسابات بتاعتنا، تجربة سهلة وبسيطة جدا. وزن السائل هجيبه ازاي؟ انا عندي في البداية وزنت البيكنوميتر وهو فارغ ورمزت له بالرمز M1، صح؟ وفي المرة التانية مليت البيكنوميتر بالسائل المراد تعيين كثافته ورمزت له بالرمز M2. طب انا عايز اجيب دلوقتي وزن السائل اللي جوه البيكنوميتر، هطرح وزن البيكنوميتر وهو ممتلئ بالسائل اللي هو الـ M2 ناقص وزن البيكنوميتر وهو فارغ، ويبقى ده الوزن السائل او كتلة السائل معايا. طيب بما ان حجم الكنينة او البيكنوميتر معروف، الـ V بتاعتي معروفة. ليه؟ لان البيكنوميتر يا شباب زي ما احنا شفناه في الصورة بيبقى مكتوب عليه الحجم بتاعه، بيبقى مكتوب عليه 10 مللي، 10 سنتيمتر مكعب، يعني عند درجة حرارة مثلا 20 درجة مئوية درجة حرارة الغرفة تقريبا، او بيبقى مكتوب عليه الحجم مثلا 50 ملي وهكذا. فالحجم موجود ومعروف على القنينة موجود. طيب يبقى اذا القانون بتاع اللي هو كثافة السائل بتاعتي بتساوي الام اللي هي بقصد بيها M2 ناقص M1 على الفي، والوحدة بتاعتها جرام. الوحدات مهمة جدا يا شباب، جرام لكل سنتيمتر مكعب. ادي الريبورت بتاعي او التقرير بتاعي، هكتب البيانات بتاعتي او الداتا اللي انا بطلعها من التجربة. اولا هاخد اسم السائل، وليكن هاخد مرة المية، هاخد مرة تانية الاسيتون. اول حاجة وزن البيكنوميتر وهو فارغ وارمز له بالرمز M1، اشوفه كام وزنه واكتبه هنا. حجم السائل، طبعا الحجم السائل يا شباب موجود على البيكنوميتر، ان البيكنوميتر ده ساعته كذا، اكتبه موجود. كتلة القنينة زائد السائل الـ M2 اللي هو بعد ما انا حطيت السائل جوه البيكنوميتر وحطيت الغطاء الزجاجي ونضفت جففت بالمناديل الورقية، هوزن كتلة القنينة مع السائل وارمز لها بالرمز M2 واجيبها. يبقى اذا اعوض مباشرة في القانون، الدي بتساوي الام على الفي، حيث اهو بالتفصيل يا شباب الدي بتساوي الام على الفي، حيث الام دي عبارة عن M2 ناقص M1 على الفي، وعوض واطلع كثافة السائل الاول معي. عايز اكرر نفس الخطوات دي مع سائل تاني، وهكذا مع اي سائل تريد تعيين كثافته. وده هو الجزء الاول من التجربة بتاعتنا. طب نيجي للجزء التاني من التجربة، تعيين كثافة مادة صلبة. احنا عارفين لو انا عندي اي مادة صلبة يا شباب، سواء كانت منتظمة او غير منتظمة الشكل، وعايز اعين لها الكثافة بتاعتها. طيب لو انا جيت وضعتها جوه مخبار مدرج بيحتوي على سائل معين، فاننا نلاحظ ارتفاع هذا السائل بمقدار حجم الجسم اللي انا وضعته، او حجم الجسم الصلب اللي انا وضعته. طيب ايه الادوات والمواد اللي انا هستخدمها؟ هستخدم مادة صلبة. اي مادة صلبة معاك عايز تعيين كثافتها، سواء كانت منتظمة او غير منتظمة الشكل، ميزان حساس ومخبار مدرج. خطوات العمل يا شباب، اول خطوة هنروح نجيب المادة الصلبة دي ونوزنها، نوزن المادة الصلبة دي وهرمز للوزنة دي بالرمز M، والوحدة طبعا جرام. طيب الخطوة التانية، ازاي اعين حجم المادة الصلبة دي يا شباب؟ لسه قايل لك من شوية، لو انت جيت وضعت اي جسم صلب داخل مخبار مدرج يحتوي على سائل، فاننا نلاحظ ارتفاع في مقدار هذا السائل بتساوي حجم المادة الصلبة الموضوعة. يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب مخبار مدرج يحتوي على كمية معينة من الماء، وليكن الحجم اللي انا واخده مثلا V1 اللي هي الحجم المية اللي انا واضحها داخل المخبار المدرج. طيب هنجيب المادة المجهولة اللي انا وزنتها في اول خطوة وهحطها جوه المخبار المدرج المحتوي على الماء، وهلاحظ ان هناك ارتفاع في حجم السائل، وليكن الحجم الجديد يا شباب هرمز له بالرمز V2 ملي او V2 سنتيمتر مكعب. 1 ملي يا شباب هو 1 سنتيمتر مكعب. طيب نيجي للحسابات بتاعتنا. هناك يا شباب لو تفتكر كنا في تعيين كثافة مادة سائلة، كان اللي بيختلف معانا الام، كنت بوزن البيكنوميتر وهو فارغ وارمز له بالرمز M1، وبوزنه بعد ما بوضعه للسائل، وكان بقول له الام بتاعتي بتساوي M2 ناقص M1. لكن هنا اللي اختلف معانا اللي هو الحجم لما انا وضعت المادة الصلبة داخل المخبار المدرج، اللي اختلف معانا هو الحجم. ولذلك عشان اجيب الحجم بتاع المادة الصلبة دي عبارة عن الـ V2 ناقص الـ V1. V2 يا شباب اللي هو حجم السائل بعد وضع المادة الصلبة، ناقص الـ V1 حجم السائل الموضوع في المخبار المدرج في البداية، تمام؟ وهعوض في القانون، الدي بتساوي الام في الفي. لو انت عايز تعملها بالتفصيل اهي، الدي بتساوي الام على الفي،
حيث ال m موجودة معانا أنا جايبها، وال v اللي هي عبارة عن v2 ناقص ال v1، وأجيب النتيجة بتاعته. ما تنساش الوحدات يا شباب، جرام لكل سنتيمتر مكعب، ده وحدة الكثافة.